السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشيني يا حبيبي. اليوم إن شاء الله ندير معكم واحد الوصفة عجبتني، من نزيلة شرقية، من نزيلة تركيا سوريا، يعني شرقية، أكلة هائلة كنتمنى تعجبكم. بونجور ا توس، بيانفوني سور ما شين. Aujourd'hui, je vais faire avec vous une recette avec les aubergines que vous allez adorer. J'espère que vous avez aimé. Donc, j'ai choisi ici 4 aubergines que je vais couper de cette façon. J'enlève pas la tête d'aubergine. Là, on dit 4 dnjalat yabanat. Ma gadiش نحيد ليهم الراس، غنخليهم هكذا وغادي نقشرهم بهذه الطريقه هذه. كنخلي شويه ديال الجلده لان الجلده حتى هي فيها المنافع ديال الباذنجان. دونك كنصاوبوا الدنجال ديالنا بهذه الطريقه هذه، ومن بعد غادي نقليو الدنجال ديالنا. دونك جو في فير فرير ميز اوبرجين. غادي نقليو الدنجال ديالنا ونعاودو نرجعو. الدنجال ديالنا كيكون هكذايا بهذه الطريقه هذه يا بنات. في الحقيقه هذه الوصفه عجبتني بزاف، يعني شفتها وصفه كيديروها مطاعم تركيه او سوريه، يعني داكشي علاش كنقول من نزيله شرقيه. ودابا غادي نديرو وغنصاوب واحد لاصوص طوماط بالطريقه ديالي. هنا عندي بصلتين، 3 د البصلات، طماطم، فلفل اخضر احمر اصفر. دونك جو في بريباري اون صوص طوماط que j'ai l'habitude de préparer pour tous mes gratins. Je vais couper au pif mes oignons que je vais faire revenir dans l'huile d'olive. Au fait, je coupe tous mes légumes. Donc j'ai des oignons, des tomates, du poivron rouge, vert, jaune. Je vais mettre 3 gousses d'ail. وعندي هنايا 3 رؤوس ثوم. كنقطع كل شيء بهذه الطريقه يا بنات. وغادي نشحر هاد الخضر كلها، ومن بعد ان شاء الله غادي نطحنها باش غادي نصاوب اون صوص طوماط لهاد المنزله ديالي. هنا غنزيد الطماطم. دونك جي كوبي تو مي ليغوم كوم سا كو جو في فير روفينير اي ابري جو في ميكسي تو بور فير ما صوص طوماط. هنايا غادي نزيد التوابل. هنايا بالنسبه للتوابل عندي الفلفل الاسود، الملح، البابريكا، وعندي شويه ديال الزنجبيل. يعني لاصوص طوماط راكم عارفين كنسموها. دونك جو مي ميز ايبيس، جو في ميتر دو سيل، دو بوافر، دو لا بابريكا. Et je vais mettre une cuillère à soupe de sucre pour l'acidité de la tomate. On va ajouter une cuillère à soupe de sucre pour enlever le humus de la salsa. Et après, je vais ajouter qazbour ou madnous. Je vais rajouter après persil coriandre. Et après, je vais rajouter purée de tomate. ومن بعد غنزيد صلصه الطماطم في الاخير، ماشي دابا. هنا غنزيد قزبر ومعدنوس. دونك جي راجوتي دو بيرسي دو لا كوريوند اي جو في ليسي ميجوتي تو سا اي ابري جو في ميكسي. افون دابور جو راجوت ما بوري دو طوماط. هنا زدت صلصه الطماطم كتعطيها اللون. ولا تقدروا تزيدوا مرب طوماط كونسونطري. ومن بعد غادي نطحن هاد المكونات. دونك جو ميكسي بور فير ما صوص طوماط. ودابا غادي نصاوبوا الحشوه ديالنا يا بنات لهاد المنزله ديال الباذنجان.
غادي نساو عندي بصلة، بصلة مفرومة، وعندي لحمة مفرومة. دونك جو في فيغ ما فارس، جي مي دي زونيون هاشي كو جو في فيغ روفينيغ. Donc après, je rajouterai la viande hachée. Je vais saler, poivrer. بالنسبة للحشوة غندير لها فلفل أسود، الملح، وغندير شوية ديال القزبر معدنوس، وغندير شوية الزعتر. دونك جي مي سيل بوافر، سيل جي دي سيل بوافر، اي جو في راجوتي ان بو دو كورياندر اي بيرسي بور ما فيوند هاشي، ان تي بو دو تان. ندير شوية ديال الزعتر، نسم هاد الحشوة. من بعد غادي نخليوها تشحر والحشوة ديالنا تكون وجدات. دابا غادي نصاوبو المنزلة ديالنا يا بنات. كنصاوب لاصوص طوماط في الإناء اللي غادي ندخل الفرن. Donc je mets ma sauce tomate dans un plat que je vais mettre au four. Après je vais mettre une incision pour mes aubergines de cette façon, vous allez voir. ومن بعد غادي نحلو الباذنجان ديالنا يا بنات. كنحلوها بهذه الطريقه هذه، ما نقطعوهش من يعني بلا ما نوصلو حتى لتحت ولا الفوق، وكنفتحوه يعني بنفتح الباذنجان بتاعنا. دونك جوفر ميز اوبرجين دو سات فاسون. مو جادور ليسي ميز اوبرجين افيك لا تيت باسكو سا دون ان بون ديكور. ومن بعد كنديرو الحشوة ديالنا. Après, je mets ma farce dans les aubergines. Vous allez essayer cette recette, je vous jure que vous allez adorer. De l'os fa jbatni bzaf. Kansma el menazila turkiya ou la menazila souria. Ou كل مره كنقول ان شاء الله نجربها. اليوم قلت نديرها في داري اليوم وقلت نجربها معكم. مرة نحط دي فيديو في القناة ديالي. ودابا غادي ندخل المنزلة ديالي للفرن. دونك جو في جي مي ما مون بلا او فور بوندون 40 حتى 50 مينوت اي مون بلا اي لي بري اي جو سور كو فوز الي ادوري سات روسيت اي جو فو دي ا بيانتو سور ما شين والى اللقاء يا بنات.